أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثالث الثانوي مع يونت 2 Present Perfect المضارع التام. في فيديو اليونت 1 كله بالتفصيل مع حل الامتحانات السابقة للثانوية العامة على يونت 1. النهاردة هناخد يونت 2 بالتفصيل مع حل امتحانات الثانوية العامة السابقة على يونت 2. نبدأ. المضارع التام اللي هو بيتكون من هاف أو هاز والتصريف تالت. متنساش إن هاف اختصارها أبوستروف في وهاز اختصارها أبوستروف اس، وبعد هاف وهاز تصريف تالت. أحمد has hurt his leg. أحمد صاب رجله so he can't play football. مش هينفع يلعب كورة النهاردة. النفي بتاع هاف هافنت والنفي بتاع هاز هازنت وبعديهم باست بارتيسيبل تصريف تالت. لو هتعملهم سؤال يبقى دبليو اتش وبعد كده هاف وهاز وتصريف تالت. How long have you worked here؟ مدى المدة اللي انت شغال فيها هنا. أو سؤال بمعنى هل، يبقى هبدأ بهاف وهاز. Have you eaten your lunch؟ هل انت كلت الغدا بتاعك؟ لو هتبني المجهول يبقى have وhas been وpast participle التصريف التالت. The rooms جمع have been cleaned، الأوض نظفت مش هتنظف نفسيها. My shirt has been ironed، التيشيرت بتاعي اتكون. نبدأ بقى في الاستخدامات بتاعة المضارع التام. حدث وقع في الماضي ووقت حدوثه غير معروف، يعني he has bought a new villa، هو اشترى فيلا جديدة. طب هو اشتراها امتى؟ معرفش. لو هتعرف اشتراها امتى يبقى تحطها في الباست سيمبل الماضي البسيط. he bought a new villa yesterday، هو اشترى فيلا امبارح. يبقى انت كده عرفت معاد. لكن المضارع التام وقت حدوث الفعل غير معروف، يعني وقت شراء الفيلا غير معروف. المهم اشترى فيلا عندي. I have read the instructions but I don't understand them، وقت قراءة التعليمات غير معروف، قراءة امتى؟ امبارح، من يومين، محدش عارف. يبقى present perfect. حدث متكرر قابل للحدوث مرة أخرى. إزاي؟ I have seen wolves in the forest، أنا شفت ذئاب في الغابة، من المحتمل أشوف ذئاب مرة تانية. I have watched foreign films، لو بتفرج على أفلام أجنبي كتير، ما ممكن أتفرج أفلام مرة تانية. يبقى حدث متكرر ممكن يحدث قبل كده. حدث بدأ، ودي بقى المهمة، وانتهى في الماضي ولكن ما زال تأثيره موجود. يعني مامتك تيجي تقول لك ايه؟ I have just cleaned my rooms، انا لسه يا ابني منظف الاوض. يلا الجزمة. I have just painted the wall، انا لسه دهن الحيطة، اوعى تلمسها، انا خلصت بس الاثر بتاعها موجود. يعني بدأ وانتهى بس اثره موجود. مثلا my legs aches because I have fallen off my bike، رجلي بتوجعني لأني وقعت من العجلة بتاعتي. خلي بالك من قاعدة because، لو جه قبليها مضارع بسيط يبقى جوه مضارع تام have وhas والتصريف التالت. لو جه بره ماضي بسيط يعني ache دي خليناها ached في الماضي يبقى جوه ماضي تام يبقى had fallen. فاحفظها كده، بره مضارع جوه مضارع، بره ماضي جوه ماضي، مضارع بسيط مضارع تام، ماضي بسيط ماضي تام. I have، وهي بتركز على الحتة دي ان هي بتجيبلكش كلمة من الكلمات الدالة على present perfect. الحدث بيكون بدأ وليه أثر. ايه ده؟ I have lost my wallet، انا فقدت المحفظة بتاعتي، تعال دور معايا. يبقى كده حدث بدأ وانتهى بس ليه أثر، مش لاقي المحفظة بدور عليها. ما جابلكش بقى ولا فور ولا سينس ولا جاست ولا يت ولا الكلام ده. يبقى تركز في الاستخدام بتاعه. I have lost my wallet so I can't lend you any money now، فقدت محفظتي مش هينفع اسلفك فلوس. بيجي مع التعبيرات ديت. استخدم مضارع التام مع التعبيرات الآتية: this morning، this evening، this week، this month، this year، this summer، today، tonight. بس إذا كانت الفترة المذكورة مستمرة حتى لحظة الكلمة، وأنا بكلمك الحاجة لسه بتستمر. I have done my homework this morning، أنا عملت واجبي الصبح. يبقى إحنا لسه في الصبح، يعني فترة الصباح لم تنتهي. أما لو انتهت يبقى ماضي بسيط، ما خلاص انتهت، ماضي بسيط حاجة انتهت. I did my homework this morning، الساعة مثلا 2 الظهر.
خلاص الصبح عدى. وبرضو بستخدم مضارع التام مع التعبيرات دي throughout history عبر التاريخ over the years على مر العصور in recent years في السنوات الأخيرة ودي مهمة جدا. In recent years Egypt has done many projects في السنوات الأخيرة مصر عملت مشروعات كتير. There has been a great climate change over the past 20 years في تغيير في المناخ على مر العصور في خلال 20 سنة الماضية. In recent years Egypt's production of oil has increased في السنوات الأخيرة إنتاج مصر من البترول زاد. نبدأ بقى المضارع التام بقى العادي اللي انت عارفه بقى مع الكلمات بتاعته. أول كلمة just بتدل just يعني حالا أو طبعا أو منذ لحظات قصيرة، يعني الحاجة لسه حصلها من شوية. I have just seen my friend عمر، لسه شايف صاحبي عمر، بتساوي في الماضي أمام إنتاجه. I have just finished my work، لسه مخلص شغلي حالا، بتساوي كلمة I finished my work أمام إنتاجه. طبعا ما عندناش الرايت، خلاص انت كده كل تشويس اختير. ايفر معناها من قبل، تستخدم بقى ركز بقى معايا في الاستفهام في نص السؤال يعني وصيغة التفضيل. Have you ever revised or visited Morocco أو مكة؟ هل أنت زرت مكة؟ هدي ايفر من قبل جت في نص السؤال. علي is the tallest boy I have ever seen في صيغة التفضيل، علي أطول واد أنا شفته. ممكن أستخدم ever بعد كلمة nothing أو كلمة no one، زي no one of my family مفيش حد في أسرتي has ever traveled to London، سافر لندن. ممكن أستخدم ever في الجملة المنفية بس دي مش كتير هتلاقيها، فبستخدم مكانها never. I haven't ever met a minister، عمري ما قابلت رئيس، بس never أحسن. I haven't met a minister ever، ما قابلتش رئيس قبل كده. Never بقى معروفة بتيجي في النفي بمعنى أبدا أو مطلقا. I have never visited Brazil، عمري ما رحت البرازيل. I have never seen such a terrible sight، عمري ما شفت المنظر الوحش ده. Already يعني بالفعل، ركز بقى في already تقول إن الحدث تم بالفعل وبتيجي في السؤال على فكرة في الجملة العادية وفي الجملة السؤال. I have already studied unit 2، أنا ذاكرت بالفعل unit 2. تيجي في السؤال امتى؟ لو انت خلصت الحاجة تيجي في اخر السؤال، بس بشرط تكون خلصت الحاجة، لكن لو ما خلصتش الحاجة يبقى يت تدي معنى ايجابي. You are quick، انت سريع يا ابني. Have you finished your work already، انت خلصت شغلك بالفعل، يبقى هو كده هنا سريع يعني خلص بالفعل. اما كلمة يت معناها حتى الان، يت معناها excuse me عشان نلغي النت ده بس عشان ما يبانلكش حاجة واحنا بنشرح. يت معناها حتى الآن، تستخدم مع النفي في آخر الجملة المنفية أو سؤال. أدي آخر الجملة المنفية have haven't has hasn't، وأدي آخر السؤال وتدي معنى سلبي، لكن يت already بتيجي في آخر السؤال تدي معنى إيجابي. I haven't visited Paris yet، أنا عمري ما زرت باريس لحد دلوقتي. Have you finished work، هل أنت خلصت شغلك يت حتى الآن؟ لأ. طب لو قالك ايوه يبقى هنا already. lately و recently، وركز في الكلمات دي وفي كلمات تانية هو مش كتبها. so far و up till now بمعنى حتى الآن. so far و up till now، وفي عندك lately و recently، كلمتين دول استخدمها في الجملة الخبرية مثبتة أو منفية أو سؤال اي حاجة، بس ركز فيهم. مؤخرا حديثا، I have been very busy lately recently، انا كنت مشغول مؤخرا او حديثا. My father has recently been promoted، ابويا تم ترقيته مؤخرا او حديثا. Has he visited you lately، هل هو مؤخرا زارك. I haven't been to theater recently، مروحتش المسرح مؤخرا او حديثا. وزيهم so far و up till now. I have read 3 books so far أو up till now، أنا قريت 3 كتب لحد دلوقتي. يستخدم برضو المضارع التام مع التعبيرات الآتية. It's the first time، أول مرة. This is the first time، دي أول مرة. It is the only، نجيب أمثلة. It is أو this is the first time I have ever seen a crocodile، دي أول مرة أشوف فيها تمساح. It's or this is the only book I have ever bought، ده الكتاب الوحيد اللي انا اشتريته.
خلي بالك في صيغة التفضيل، تعابير صيغة التفضيل ايفر تيجي في الآخر نيفر تيجي في الأول، ايفر تيجي في الآخر نيفر تيجي في الأول، يعني he is the tallest man I have ever seen، ده أطول واحد أنا شفته، أنا ما شفتش واحد أطول من ده، يبقى I have never seen such a tall man، يبقى هي this is the fastest car I have ever seen، I have never seen such a fast car، تمام؟ It is the most expensive car I have ever bought. I have never bought such an expensive car. Sense of four. ركز بقى في sense of four. هلخص لك four في حتة طريفة كده تعرف تحلها إن شاء الله في أي حاجة. Sense تيجي معي مع كلمة clock. أي clock؟ مع أيام الأسبوع. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. مع شهور السنة. August, September, October, October, November, December والكلام ده مع السنين 2010, 2007 مع كلمة last لأن فور بتاخد ذا last خلي بالك بقى من الحتة دي يبقى since بتاخد last فور بتاخد ذا last since last week last month last year دي بقى أهم حاجة بعد since ماضي بسيط بعد since ماضي بسيط بعد since ماضي بسيط لكن قبل سنس مضارع تام اهو يبقى قبل سنس مضارع تام بعد سنس ماضي بسيط مضارع التام have و has والتصريف الثالث ماضي البسيط فيرب فيه دي او فعل ايه شاز regular سنس زن منذ ذلك الحين سنس بتيجي مع فصول السنة summer winter spring autumn شتاء وربيع وخريف سنس yesterday منذ أمس مع الكلمات دي مهمة جدا since his birth منذ مولده since childhood منذ الطفولة since this منذ وفاته since the age of منذ عصر كذا since Christmas مناسبات since the 18th century مع القرون since 1960s الستينيات السبعينيات الحقب الزمنية فور بقى عشان تريح دماغك فور تيجي مع أي كلمة آخرها إس آخرها أو في رقم 2 3 4 ما عدا كلمة كلوك كلوك يجي معاها رقم تيجي مع سنس لكن فور أقول لك فور تو أورز منذ أو لمدة ساعتين أي كلمة تبدأ بآ أو آن أي كلمة تبدأ بآ أو آن تاني أي كلمة آخرها إس أي رقم ما عدا كلمة كلوك أي كلمة تبدأ بـ أو إن طب تعال نشوف for a day لمدة يوم for two days لمدة يومين for a week for three weeks for a month for two months for a year for two years for a long time for a short time for an hour for four hours for قلنا بقى the last several years a few weeks ملاحظ four ages يبقى أي كلمة آخرها اس أولها رقم تبدأ بقى وآن خلصت فور غير كده اختار سنس بس أهم حاجة في سنس بعد سنس ماضي بسيط بعد سنس ماضي بسيط في حالة استخدام فعلين مع سنس تحط الفعل في الماضي البسيط إذا انتهى الحدث ويوضع الفعل الآخر في المضارع التام قلتلك عليها مضارع تام since ماضي بسيط I haven't seen him ما شفتهوش since he traveled قبل since مضارع تام بعد since ماضي بسيط قبل since مضارع تام بعد since ماضي بسيط ممكن تحط مضارع تام بس دي حالة نادرة يعني حسن has been sick since he has lived here مرض من ساعة ما جه هنا دي مهمة جدا وكانت بتيجي في امتحانات زمان it's فترة زمنية since ماضي بسيط it's فترة زمنية since ماضي بسيط it's فترة زمنية since ماضي بسيط أو it has been فترة زمنية since مضارع تام it's a long time since I last received it's two weeks since I saw or have seen سيم ماضي بسيط أحسن it's فترة زمنية since ماضي بسيط
لاحظ بقى الفرق بين دول، حياتك متلخبط فيهم. have او has been to راح المكان وجه. اما اقول له where have you been، انت كنت فين؟ I have been to الأقصر and أسوان، رحت الأقصر وأسوان. and I bought souvenirs for you، اشتريت لك هدية تذكارية. اما have و has gone to راح المكان ولسه هناك او لسه في السكه. where is your brother، فين اخوك؟ he has gone to the shops، راح المحلات، راح ولسه ما جاش في السكه. where is your father، فين باباك؟ he has gone to USA and lived there، راح امريكا وعاش هناك. اما has been in او has been at، موجود او مقيم في مكان. where is your father، he has been in hospital، قاعد في المستشفى. he has been to london، he went to london and come back، راح لندن وجه. he has gone to london، يبقى عاش هناك. he has been in alexandria for 3 days، قاعد في اسكندريه بقاله 3 ايام لحد دلوقتي، موجود فيها مقيم. من الممكن استخدام since بعدها verb ing، ويكون الفعل الاخر في زمن المضارع التام. since leaving school he has had a 3 or 4 temporary jobs، ساعة ما ترك المدرسة هو معاه 3 وظائف أو 4 وظائف مؤقتة. ممكن since يجي بعديها مدة زمنية وبعد كده ago، بعد since مدة زمنية وبعد كده ago. I haven't eaten fish since a week ago، منذ أسبوع مضى. ممكن برضو استخدام since في أول الجملة أو في آخر الجملة. since بعديها ماضي بسيط زي ما قلت لك. since we got there، منذ ما احنا وصلنا هناك. we haven't eaten anything، ما كناش اي حاجه. since ماضي بسيط والناحيه التانيه مضارع تام، شقلبها يا مضارع تام since ماضي بسيط. he left home last Sunday، ترك البيت الحد اللي فات. and hasn't been seen since، محدش شافه من ساعتها. دي مش مهمه قوي، تعالى بقى احل. منى not English for 10 years، she still studies، لسه بتدرس. وعندها 4، يبقى present perfect، مضارع تام، has studied. I have not eaten Chinese food، عمري ما جربت الطعام الصيني، never. have you ever، في نص السؤال، هل انت من قبل ركبت جمل؟ I not my pen friend yet، yet في آخر الجملة منفية، يبقى عايزة haven't و hasn't، أهي. I haven't met. هالة كانت بلاي تنس، ادي كانت مضارع، ودي بيكوز يبقى جوه مضارع تام، بره مضارع جوه مضارع تام، يبقى هاز هيرت. طب لو دي كودنت يبقى هاد هيرت. وصلت؟ رضوى doesn't know، مش عارفة what flying is like، السفر عامل ازاي او الطيران. because she بره مضارع جوه مضارع، has never flown، جت في الامتحان بقى دي ماضي، didn't، يبقى هنا had never flown. يبقى because بره مضارع جوه مضارع تام، بره ماضي جوه ماضي تام. تعال نشوف امتحانات السابقة في الثانوية العامة جت عليها السؤال ازاي، فين الدور ولا النماذج التجريبية الإرشادية والتجريبية. نبدأ، لازم أجيلك إن شاء الله جملة present perfect. oh I knocked my mobile، what can I do، كسرته ضيعته، يبقى انت كده حدث لي اثر. I have broken، زي ضيعت محفظتي مش لاقي فلوسي. I knocked my books in class، سبت الكتب بتاعتي في الفصل. could you go and fetch them for me، جيبهم لي. have left، تركت. it's فترة زمنية، since ماضي بسيط. it's فترة زمنية، since ماضي بسيط. wrote. I have not sent him an email، انا بعت له ايميل مؤخرا. I expect him to send me a check soon، المفروض يبعت لي الشيك بتاعي. it's فترة زمنية، since ماضي بسيط. بص على طول سهلة. it's a month since him last visited her uncle، 4 centuries، لمدة قرون. the wind has been used، الرياح كانت بتستخدم لإبحار السفن. it's still used in some places، ولسه بتستخدم في بعض الأماكن. 4 centuries. وبكده خلصت لك يونت 2. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وقول لزمايلك، وان شاء الله احاول باذن الله وربنا يعويني ان انا اخلص لك المنهج كله. بس يا ريت تشترك وتقول لزمايلك عشان تعبنا ما يروحش على الفاضي.
ولو ليك اي استفسار في التعليقات انا بحاول اترجم لك القصه واعملها لك كلها ان شاء الله، هقسمها لك نصين في فيديوهين، ولقاء فيديو اخر. مع تحياتي مستر مدحت رمزي.